بيكم في حلقة جديدة من حلقات المنوخي في ألمانيا. في الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن ازاي تقدم على شغل في ألمانيا. في الحلقة دي هنوضح اكتر الخطوات اللي انت محتاجها عشان تقدم على شغل في ألمانيا عن طريق التصريح العمل، وهعمل سيرش معاكم ازاي انا عملت سيرش على شغل. هنتكلم عن الورق المطلوب عشان تقدم على الفيزا وبعد كده تسافر. اول حاجة هي البلو كارد. البلو كارد، شروط البلو كارد هي انك يبقى معاك عقد عمل. عقد العمل دوت لازم يكون بمبلغ معين في السنة كمرتب. سيب لكم اللينك تحت وبرضو هوريكم اللينك عامل ازاي. البلو كارد في ألمانيا او تصريح العمل هو يعني زي كانه الاي دي بتاعك لما تيجي تشتغل في ألمانيا او في اي بلد في اوروبا. كل بلد بيبقى ليها الكونديشنز بتاعتها، فانت لا محتاج تدور على الكونديشن بتاعت اي بلد لو اتقابلت في شغل في البلد دي. شروط البلو كارد في ألمانيا سهلة، انك تجيب عقد عمل، وعقد العمل دوت يكون بمبلغ معين في السنة. مبلغ دوت 50,800 يورو في السنة، او لو انت هتشتغل شغلانة ألمانيا عندها شورتج فيها زي الساينس او الماثماتكس او انجينيرينج او دكتورز او اي تي، فانت بيبقى عندك اكسبشن ان انت ممكن تاخد سالري 39,624 في السنة عشان تاخد البلو كارد. بلو كارد بيبقى صالح لمدة 4 سنين او حتى ما العقد يخلص. لو انت سبت شغلك في خلال 3 شهور محتاج تدور على شغل تاني، لو ما لحقتش تدور على شغل هترجع تاني بلدك وبعد كده هتدور وتعمل اجراءات من الاول تاني. تقطع الشروط بتاعت البلو كارد في ألمانيا ممكن برضو تشوفوها وتقروا الكلام. الكلام سهل جدا مفيش اي مشاكل. تاني نقطة كنت عايز اتكلم فيها عن التاكس. التاكس في ألمانيا 50,000 في السنة. الرقم دوت في الاول كده هتحس ان هو يعني اول ما تاخد السالري دي دوت انت مش محتاج اي حاجه تاني من الدنيا وخلاص. السالري ده هيخليك عايش في قصر. بس الحقيقه ان في المانيا التاكس ريت عالي جدا، وال 50,000 دولت للاسف انت يا دوبك تعرف تعيش بيهم. ف برضه في كذا موقع ممكن اوريكم ازاي تحسب التاكس عشان برضو ما تيجي تنجشيات على السالري بتاعك في اي شركة تبقى عارف الدنيا عاملة ازاي. وهيبقى في حلقات جاية الكوست بتاع العيشة هنا في المانيا عامل ازاي برضو عشان تبقوا عارفين الدنيا هتبقى عاملة ازاي معاك لما تيجي تقارن ما بين السالريز او تبقى عارف انت هتيجي ولا لا. ف المواقع اللي بتقارن السالري، فلو قلنا مثلا انت هتاخد سالري 39,624 في السنة لسنة 2018 وانت هتبقى كاتيجوري A لو انت مش متجوز. لو انت متجوز هتبقى كاتيجوري 2، لو انت متجوز ومخلف هتبقى كاتيجوري 3. عمرك بتكتب عمرك، وبعد كده الانشورنس بيبقى عندك لازم تبقى تبع اي انشورنس في ألمانيا، فانت معظم الوقت بتبقى تبع public insurance. بيبقى في unemployment insurance و personal insurance، وكل الكلام دوت انت مجبر ان انت تدفع. فلو جينا نعمل سيرش نشوف في الاخر هيصفصفوا على 24,000 في السنة، اللي هو تقريبا 2,000 في السنة. و 2,000 في السنة هتعرفوا في الفيديوهات الجاية ازاي تعرفوا تعيشوا ب 2,000 يا دوبك تعرفوا تعيشوا. بعد كده خلينا نروح على لينكدين واوريكم ازاي انا كنت بعمل سيرش على اي شغل في ألمانيا. في الاول هنفتح لينكدين، وبعد كده هندوس على جوبس، بعد كده هنكتب في الجوبس في الجوب تايتل let's say software engineer، وممكن نكتب جنبها كلمة relocation ونكتب اللوكيشن جيرماني ونعمل سيرش. هنلاقي مثلا اول حاجه في جوب اوبورتيونيتي من شركه اسمها مود. هنفتح الجوب ديسكريبشن، هنلاقي مكتوب التفاصيل كلها بتاعت اي شغلانه، وهتلاقي مكتوب ان هم عندهم ريلوكيشن اند فيزا سبورت، و بيكتبوا مثلا ممكن في شركات بتكتب السالري وممكن شركات ما بتكتبش السالري، فالشغلانه دي بتفات الكونديشنز بتاعت البلو كارد عشان السالري 70,000. طبعا كل السالاريز بتبقى على حسب الاكسبيرينس بتاعتك. لو انت عندك اكسبيرينس كبيره بتبقى سالري اكبر، لو انت سينيور بتبقى السالري بتاعك اكبر، يعني الجوب دي بتاعت سينيور بوزيشن عشان عنده 5 سنين اكسبيرينس.
لو انت لسه متخرج فطبعا السالري بيبقى اقل. فدي ده ازاي انا كنت بدور على اي شغل. الموضوع مش صعب خالص، بتدور وبتقدم، بتبعت السي في بورتفوليو على حسب كل شركه بتبقى طالبه ايه. انت لو خلاص جالك عقد عمل فانت محتاج تقدم على الفيزا عشان تسافر، وبعد كده بتقدم على البلو كارد في البلد اللي انت رايحها. ورق العمل، فيزة العمل بيبقى ليك أولوية عن أي حد تاني، فأنت بيبقى الورق سهل جدا وبيخلص بسرعة جدا. فكل اللي محتاجينه الشهادة بتاعة الجامعة مترجمة بالإنجليزي أو باللغة بتاعة البلد، والعقد والسي في بتاعك، ولو عندك أي language certificate بالإنجليزي أو اللغة بتاعة البلد اللي أنت رايحها بتبقى يفضل. وبتاخد الفيزا في خلال 8-10 ايام، مش بتقعد فترة كبيرة يعني. الموضوع بيعتمد على قيمة العقد اللي انت جايبه. و بس اخر حاجة هنتكلم عليها، هو كان في ناس سألت اسئلة فانا كنت حابب ارد عليها. في اول سؤال كان هل الالماني ضروري عشان اقدم على شغل؟ هو مش ضروري، بس هو يفضل. لو انت معاك الماني هتروح هتلاقي opportunity اكتر، لان في شغلانات كتير بتتطلب لغة. بس مش ضروري. انا ما اعرفش الماني لحد دلوقتي، ما اعرفش غير كلمة واحدة بس، جناو زي قشطة عندنا في مصر. تاني سؤال، انا لسه بشتغل هندسة ولا عملت شيفت للكارير بتاعي، وازاي بعمل سيرش على ريلوكيشن جوبز؟ انا بشتغل نفس الشغلانة اللي بشتغلها بقالي فترة كبيرة، بشتغل يو اكس يو اي ديزاينر. ما عملتش شيفت الكارير بتاعي ان انا ما اشتغلتش انجينيرنج قبل كده، كنت اشتغل على طول يو اكس اي اي اللي انا بعتبره انجينيرنج. الريلوكيشن زي ما قلنا في الفيديو، زي ما وريناكم لكم في لينكدين ازاي نعمل سيرش، الموضوع بسيط جدا. تكتب السيرش، تكتب البلد، وتعمل ريلوكيشن. بس كده ونكون وصلنا لنهاية حلقة المنوخي التانية. الحلقات الجاية ان شاء الله هنحاول نوريكم شكل البلد عاملة ازاي، الديفرنسز ما بين الكالتشر في مصر والكالتشر هنا عاملة ازاي. كنت بس حابب اول تو فيديوز يكونوا انفورماتيك عن الشغل بره مصر عامل ازاي، وازاي تعرف تقدم على شغل. يا رب كنا في التقب اي معلومة، وما تنسوش تعملوا شير لاصحابكم اللي هيموتوا ويسافروا. فربنا يوفقكم، وشوفكم الحلقة الجاية.